الذي أفتى بجواز الأغاني والموسيقى، بل وعرَّض برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوهم العامة من الناس أن الجارية التي كانت تغني عند عائشة رضي الله عنها في يوم عيد أنها تماماً كالمطربة والفنانة في وقتنا هذا، وكذب وربي وافترى، فهو يعلم قبل غيره عن حال المطربات والمغنيات في هذا الزمن وما يصاحب طربهن من موسيقى ومعازف وتبرج وسفور وفتن. أيها الناس، ولكي لا يلبس هذا وأمثاله على العامة، فإن تلك الجارية إنما كانت تحدو حداء، أي تردد أبيات شعر بصوتها فقط أو تضرب بالدف، وكما هو معلوم أن الدف جائز للنساء في الأعراس والأعياد دون الرجال. نعم، كانت تحدو فقط دون معازف ولا موسيقى ولا عود ولا أي ولا أي من أدوات اللهو والطرب، كما أن الجارية تلك كانت تحدو عند عائشة وليست عند الرجال، وصادف سماع النبي صلى الله عليه وسلم لها لاستماعه لها. وهنا فرق كبير يا عباد الله بين السماع والاستماع، فهل بالله عليكم فعل الجارية هذا يشبه ولو من بعيد فعل مطربات وسافرات هذا الزمان؟ هل بالله عليكم فعل الجارية تلك يشبه غناء وموسيقى ومعازف هذا الزمان؟ فسبحان ربي، إذا كان كبله جهله أو وقع أسيرا لهواه، نسأل الله لنا وله العافية، فهل يستقيم في عقله أن يرضى عليه الصلاة والسلام بالغناء والموسيقى والمزامير والطرب في بيته ثم يخرج للناس ويقول لهم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف؟ أفيستقيم في عقله أن يرضى عليه الصلاة والسلام بذلك في بيته ثم يخرج للناس ويقول سيكون في أمتي مسخ وخسف وقذف؟ قال رجل: متى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت القينات، إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. إن كان ذلك قد استقام في هواك، أفيستقيم ذلك في عقلك؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، حاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك. وحسبنا الله ونعم الوكيل على من عرض به عليه الصلاة والسلام. عباد الله، نحن الآن والله في خضم الفتن، نحن الآن في زمن التمايز ليميز الله الخبيث من الطيب، فاثبتوا يا عباد الله، اثبتوا يا عباد الله وتوسلوا إلى الله بالثبات، واحذروا الرؤوس الجهال الذين يفتون بغير علم ولا فقه ولا تأصيل، فإنهم والله هم وقود الفتن ومجاديف الغواية والضلال. اللهم إنا نسألك الثبات، اللهم إنا نسألك الثبات، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.